عاجل، رئيس الوزراء الإثيوبي يطلق تصريحا جديدا بشأن سد النهضة ويتحدث عن بصمة خضراء، وتصريح من ألمانيا أبي أحمد يجب أن يرحل، وعاجل رد ناري من الأزهري على تصريحات مفتي إثيوبيا، وعاجل محمد نصر علام يكشف تاريخ المؤامرات الإثيوبية ضد مصر، ودولة إفريقية كبرى تعلن تأييد موقف مصر في أزمة سد النهضة. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ في تفاصيل أول خبر معانا، وعاجل رئيس الوزراء الإثيوبي يطلق تصريحا جديدا بشأن سد النهضة ويتحدث عن بصمة خضراء. رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد أشاد بجهود إثيوبيا للمحافظة على سيادة الأراضي ومساحتها الخضراء والسعي للإزدهار، ونوه بإصرار حكومته على حماية حقوق بلاده المشروعة في شتى المجالات. رئيس الوزراء الإثيوبي كتب على تويتر تغريدة: نستمر في ترك بصمتنا الخضراء. وأبي أحمد أكد استمرار إثيوبيا في التمسك بالدفاع عن سيادة إثيوبيا ودبلوماسياتها في شتى المجالات بما فيها حقوقها المشروعة في سد النهضة. المصدر معنا كان من تويتر، يعني أترك لحضراتكم التعليق عن هذا الخبر الهام. طبعا أبي أحمد طالع، هو كل اللي هو بيعمله انه بيغرض على تويتر فقط، لما يحب ان هو يكلم الشعب الإثيوبي بيكلمه عن طريق تويتر. فأبي أحمد يعني انا شايفه بيحلم أحلام بسطاء. سد النهضة لو ما وصلناش اتفاق ملزم قانوني بيضمن لمصر حصتها وحقها في مياه النيل، سد النهضة مش هيكون موجود بكل بساطة، ولازم كلنا نبقى مقتنعين بشيء زي ده، لان ده الحقيقي. وان شاء الله سد النهضة هيتضرب. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من زرار الأحمر أسفل الفيديو. يلا ندخل على تفاصيل الأخبار، ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وعاجل رد ناري من الأزهري على تصريحات مفتي إثيوبيا. علق الدكتور أسامة الأزهري العالم الأزهري على البيان الصادر عن الحاج عمر إدريس مفتي إثيوبيا ورئيس المجلس الأعلى الفيدرالي للشؤون الإسلامية الإثيوبية، وخلاصته أن إثيوبيا لها حق المنفعة والاستفادة من مواردها الطبيعية بدون أي ضرر لدول حوض النيل بصورة عامة. وتابع مفتي إثيوبيا: نحن في بلد الملك النجاشي، الملك العادل، والعدالة ما زالت في بلادنا إثيوبيا إلى يومنا هذا. وأكد الدكتور أسامة الأزهري أن عدد المسلمين في إثيوبيا 33%، وإذا لم يتخذ المفتي هذا الموقف فقد يقع ضرر عظيم على كل شريحة المسلمين في إثيوبيا، فنحن جميعا كمصريين نعذره في موقفه. ولكن تعليقي هنا لتحصين عقول المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من مغالطة قد تشوش العقول. أسامة الأزهري أضاف وقال أن المفتي الإثيوبي يقول أن إثيوبيا لها حق الانتفاع بمياه النيل دون ضرر لدول حوض النيل، فكيف إذا صار الضرر الواقع على مصر والسودان قطعيا وظاهرا وواضحا وساطعا، وأنه ضررا يؤدي إلى هلاك الملايين منا، والأنهار ملكية عامة تشترك في منفعتها كل الدول التي يمر النهر الخالد بأراضيها، فلا يحق لأي طرف أن يستحوذ ويستأثر ولا يبالي لهلاك غيره ممن يشاركه الموارد وله فيها نفس الحق. الأزهري تابع وقال: أما أنكم في بلد النجاشي الملك العادل الذي لا يظلم عنده أحد فقد مضى زمنه رحمه الله، وخلف من بعده خلف ضيع الأمانة، وجاء زمن تظلم فيه إثيوبيا 100 مليون أحد في مصر و40 مليون أحد في السودان، ومن اعتدى على حقنا فسوف ننتزع حقنا منه بأنيابنا ولا يلومن إلا نفسه. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز. طبعا تعليق ناري جدا من الشيخ أسامة الأزهري العالم الأزهري في مصر، يعني تحية طيبة لي، لأن هذا البيان يعني يعتبر من البيانات النارية القوية اللي طالعة من رجال الدين مسلمين ومسيحيين، فتحية طيبة لأسامة الأزهري. وعاوز أعرف رأي حضراتكم في هذا البيان،
اللي طالع من الشيخ أسامة الأزهري حفظه الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل محمد نصر علام يكشف تاريخ المؤامرات الإثيوبية ضد مصر. أكد محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق أن قضية سد النهضة سياسية قديمة وليست لتوليد الكهرباء، لأن إثيوبيا كان لديها مخطط عام 1964 كي تحجب المياه عن مصر بسد من تخطيط أمريكا، لكن أديس أبابا فشلت في تنفيذه. وتابع أن الهدف الرئيسي من سد النهضة الإثيوبي هو تهديد مصر والتحكم في السودان، لذا يبحث البلدين عن اتفاقية عادلة حول ضمانات سلامة السد وعدم إلحاق ضرر بدول المصب. وقال أن مصر لم تضر أحد ببناء السد العالي لأنه يصب في البحر المتوسط، إما إثيوبيا فيوجد بعدها دول مصب تعيش على المياه. أضاف أن مصر تشرب نفس نسبة المياه من أيام الفراعنة. وقال أن الأثيوبيين يعتبرون أن مياه النهر ملكا لهم وحدهم، مثلها مثل البترول والغاز والثروات الطبيعية، وبتتجاهل الشعوب الأخرى في الحياة. هذا كان يعني بيان محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق عن هذه القضية، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وتصريح من صحيفة ألمانية: أبي أحمد يجب أن يرحل. شنت صحيفة دويتشا فيله الألمانية في عددها الصادر هجوما عنيفا على أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، مؤكدة أنه تسبب في أزمات كبيرة لإثيوبيا ورحيله بات الحل لإنقاذها. وذكرت أن وجود إثيوبيا في قلب نزاعين كبيرين، وهما تفاقم أزمة إقليم تيجراي وتصاعد الأزمة الدبلوماسية مع مصر والسودان بسبب سد النهضة، أضعف وشوه من الصورة الدولية لرئيس الوزراء أبي أحمد. وأضافت أن إدراج إثيوبيا على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي يظهر علامة أخرى على المشاكل التي تمر بها إثيوبيا حاليا وتصدرها للمجتمع الدولي، حيث عقد المجلس في الأسبوع الماضي أول جلسة علنية له بشأن صراع تيجراي منذ اندلاع القتال في نوفمبر الماضي. ثم عادت إثيوبيا مرة أخرى يوم الخميس الماضي إلى الجدول أعمال مجلس الأمن الدولي بسبب الخلاف حول سد النهضة الذي تريد بناؤه على نهر النيل. وسلطت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني الضوء على ما اعتبرته بيانا صحفيا شديد اللهجة بشكل غير عادي من وزارة الخارجية الأمريكية لإبلاغ الجمهور باتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وأبي أحمد. خلال الاتصال دعا بلينكين إلى ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وغير مشروط بين قوات الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وقوات جبهة تحرير تيجراي المعارضة لحكومة أبي أحمد، وأدان تدمير الجسور وإقامة عقبات أمام العاملين في المجال الإنساني، وحث رئيس الوزراء أبي أحمد على الالتزام بسلسلة الخطوات التي حددها مجلس الأمن الدولي في وقت سابق. تعليقا على ذلك قالت دويتشا فيله إن اللغة القوية في البيان الأمريكي الذي صدر قبل يومين يوضح في جوهرها مدى ضخامة المشاكل التي تسببت فيها إثيوبيا حاليا. مصدر معنا كان من صحيفة الموجز، يعني صحيفة دويتشا فيله دي يعني صحيفة ألمانية كبيرة جدا في ألمانيا، فلما يطلع منها كلام زي ده يعني يبقى ده دليل على يعني ان ابي احمد بقى حاجة صعبة ان حد يتعامل معها، اذا كان في قضية اقليم تيجراي او في قضية سد النهضة. وبترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر اخر معانا، ودولة افريقية كبرى تعلن تأييد موقف مصر في ازمة سد النهضة. أشاد الرئيس السنغالي ماكي سال بالدور المحوري الذي لعبته مصر بقيادة الرئيس السيسي خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في الدفاع عن القضايا الإفريقية على الساحة الدولية والسعي لتحقيق التنمية لجميع شعوب القارة. شدد في الوقت نفسه على دعم السنغال الكامل لحقوق الشعب المصري الأزلية في مياه نهر النيل، وسعي السنغال للتأكيد على هذا الأمر في كافة المحافل الخاصة بالاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. وقال إن السنغال سوف تترأس الدورة المقبلة للاتحاد الإفريقي خلال فبراير المقبل، وستضع على رأس أولوياتها إيجاد حل جذري لهذه الأزمة للحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب المصري،
لأن هذا هو التوجه الصحيح الذي يجب على جميع الأطراف الالتزام به. واستقبل الرئيس السنغالي ماكي سال بمقر قصر الجمهوري بالعاصمة السنغالية داكار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وذلك في إطار زيارتها لدولة السنغال لترأس أعمال أكبر بعثة تجارية مصرية لدول وسط وغرب إفريقيا وبمشاركة وفد من كبرى الشركات المصرية. الرئيس السنغالي يعني علق عن تطلع السنغال لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر والاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة في العديد من المجالات، التنمية الاقتصادية وكذلك الرعاية الصحية وبصفة خاصة في علاج مرضى فيروس سي، حيث تمتلك مصر تجربة رائدة في هذا المجال. وأشار إلى أهمية تعزيز علاقات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين، أعرب عن استعداد السنغال للتنسيق مع الجانب المصري لتيسير خطوط ملاحية بحرية وجوية مباشرة بين السنغال ومصر، وكذا العمل على إلغاء تأشيرات الدخول لتسهيل عملية دخول المستثمرين إلى البلدين. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز. طبعا يعني شيء جميل جدا لما نلاقي دولة زي السنغال واقفة مع مصر وبتأيد حقوق الشعب المصري في هذه القضية. طبعا مفيش حاجة ببلاش، بنتكلم على استثمارات وبنتكلم يعني على ان مصر هتساعد السنغال في القضاء على فيروس سي. من الطبيعي طبعا ان شيء يبقى مقابله شيء اخر، ده طبيعي ويعني محمود، مش حاجة يعني سيئة. ننتقل مع بعض الخبر اخر معانا واخير وعاجل، ما هو الوسام الذي منحه الرئيس السيسي لأرملة السادات بعد وفاتها؟ الرئيس السيسي منح جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات وسام الكمال، وذلك بعد وفاتها. الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر منح جيهان السادات الوسام بعدما قدمت نموذجا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر والذي مثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث. رئيس السيسي قرر إطلاق اسمها على محور الفردوس نظرا لما قدمته لمصر من عطاء وتضحيات برفقة زوجها الرئيس الأسبق حتى لقبت بأم الأبطال. يعد وسام الكمال تقليدا مهما للغاية، تأسس في مصر بأمر سلطاني عام 1915 أصدره السلطان حسين كامل، وظل متعارفا عليه في عهد الجمهورية بعد ثورة 23 يوليو. ويمنح هذا الوسام للسيدات فقط من اللي بيستحقوا تقدير الدولة. حصول أي سيدة على وسام الكمال له شروط، وهي أنه لابد أن تكون قد أدت خدمات ممتازة لمصر وللإنسانية، وهو ما يتم تحديده بموجب نص المادة 9 من القانون 12 لسنة 1972. ويشتمل وسام الكمال على 4 طبقات، وهي الممتازة والأولى والثانية والثالثة. إما الطبقة الممتازة فيتم تخصيصها لزوجات رؤساء الدول والملوك، ويمكن إهداؤها لزوجات أولياء العهد أو نواب الرؤساء. العديد من السيدات المصريات حصلن على وسام الكمال قبل السيدة جيهان السادات، ومن بينهن الأميرة فوزية والملكة نازلي والملكة فريدة والملكة ناريمان. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وتقلتش عليكم إن شاء الله. أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.